هيا بنات واحلى بنات شيرو في الدنيا دي كلها. الفيديو النهاردة هيكون عبارة عن جولة برضو في شرم الشيخ، الاماكن اللي انا بحب اكون متواجدة فيها في شرم الشيخ. ولازم انتوا كمان اول ما تيجوا شرم الشيخ لازم تيجوا المكان ده، لازم اخدكم معايا في الجولة الحلوة دي واخليكم تستمتعوا باجمل مكان من الاماكن اللي انا بعشقها في شرم الشيخ. ويلا بينا نكمل الفيديو وناخد الجولة. تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتدعموني لان دعمكم يفرق معايا كتير جدا. دلوقتي يا بنات دخلت السوق القديم، هبدا اخد الجوله فيها وهوريكم كل الحاجات اللي انا هعملها وافرجكم على اكتر اماكن انا بحبها وعلى الشو اللي بيتعرض فيه وعلى المحلات الموجوده. هتتفرجوا وهتاخدوا جوله حلوه قوي 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 معايا. وما تنسوش تعملوا لي لايك لايك لايك. المكان اللي انا دخلته دلوقتي حاليا ده في البوابه الاولى من الدخول للسوق القديم. اول ما تدخلوا على طول هتلاقوا المحلات على ايديك الشمال وايديكوا اليمين بالظبط، هتلاقوا الناس كتير ودوده ومحدش بيغلس عليكم وبتتفرجوا على محلات وحاجات حلوه قوي. ده غير كمان الفيو اللي وراكم ده اللي انتوا هتشوفوه اللي هيفرق معاكم جدا. ده مكان في البوابه الاولى، وطبعا في هنا المسرح اللي ورايا ده بيعملوا عليه بقى شو وعرض وتنوره وبلي دانسر. دلوقتي انا داخله بقى على الجامع، جامع الصحابه، هوريه لكم. شايفين ده المكان اللي انا ماشيه فيه. على البوابة الثانية، البوابة الثانية ديت فيها مطاعم، مطعم فارس، مطعم المصريين، مطاعم كتيرة قوي للي حابب ياكل اكل مصري او اكل اسماك. برضو فيها محلات، ما فيهاش محلات كتيرة قوي ولا تفاعلات زي البوابة الاولى، بس المكان يا جماعة حلو قوي. يعني انا جيت شرم الشيخ كتير 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 جدا زمان وبشوفها بنظرة مختلفة. فكرة ان انتوا بتشوفوا الحاجة كأنكم بتشوفوها لأول مرة، الوضع مختلف جدا. تعالوا بقى ايه نشرب مع بعض عصير قطة العصارة، وطلبت عصير بلح بالحليب وهنقعد بقى نشربه مع بعض ونكمل كلامنا. برضو المحل اسمه بطوط في السوق القديم. انا استمتعت بيه وشربت كمان عصير بلح بالحليب. المكان حلو قوي قوي حرفيا يا جدعان، انتوا لازم تيجوا هنا، لازم كده تستمتعوا بكل حاجه، بتشوفوا كل حاجه بجد بطريقه مختلفه، بحاجه مختلفه. من اكتر الاماكن اللي بحبها بشرم الشيخ السوق القديم. استمتعوا وتنبسطوا وتخشوا محلات والناس كتير ودودة ومتعاونة معاكم وبتتفرجوا وبتاخدوا فكرة وبتصوروا، ومحدش بيقول لكم انتوا بتصوروا ليه او بتعملوا كده ليه، بالعكس المكان حلو قوي بجد. كده يبقى الفيديو ده خلص بتاع جولة في السوق القديم مع بنانيت شيرو، ويا رب الفيديو يعجبكم. وزي ما قلت لكم اكتبوا لي في التعليقات ازاي اصور من التصوير، لو في برامج مونتاج كويسة، وما تنسوش تحطوا لايك وتدعموني وتحاولوا تبقوا معايا واحدة بواحدة. انا بحسن من تصويري، بحسن من طريقة كلامي واسلوبي،
لان واحده واحده ان شاء الله بيكم هكبر، فمحتاجه دعمكم جدا 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 وقابله للنقد وبتقبل النقاش. فاي افكار عندكم اي تحسين وتطوير لقناتي اكتبوا في الكومنتات، لان انا من غيركم مش هكبر وقناتي مش هتكبر. باي باي.